يجي نهضر لكم على الطبانيات عند خواتاتنا، عند المدامات. على بالكم البارح كتبوا لي قال لك واحد الحاجه ماكش هضرت عليها، زعما راك داير انجوستيس، كلشي هضرت عليه كلشي جبتاه بصح من الطبانيات عند المدامه ما جبتهاش. المدامه قلت زعما كيما هكا لي بيرفير. اش بغيت نقول لكم؟ اولا هذه الحيه الاولى، في وقتي انا ما كنتش يقولوا طبانيات، كنا نقولوا مكاسكيا. سما غادي من دروك من الان وصاعدا غادي نولوا نقولوا مكاسكيا عند المضامات. هي هاد الضربه تاع مكاسكيا والطبانيات تجي تمركها على واحد، على بالكم لا خاطرش واحد العفسه راه كاينه بزاف مع العرب يروحوا للخارج. زعما كاين العربي كيما هكا يكون في الجزائر يدبر فيزا، يدرح باسبور، كلشي كيما هكا، ويطلع للخارج. هو يوصل للخارج يضرب 6 شهور، نقولوا حنايا يعني كيما هكا تيسقسيه، تقول له صافي عندك صافي زمان راك في الخارج بزاف هنايا، اش يقول لك؟ وكان يضرب ديزون هنايا، يعني ضرب ديزون 6 شهور تولي ديزون، نهار يضرب عام ونص يهضر على 30 عام زدت هنايا، ماشي ماشي هي بصح كي تفيق بيه في الهضره، ما خاطرش عليها. هي عند العرب في الجزائر الهضره تبدل بالخف. اسمع، نورمالمون اللي يروح الخارج حضرته تبقى كيما الوقت اللي راح فيه، بصح لا تشوفه واحد عندها كلام جديد تما تشك فيه، تقول انت صافي لونطون في الخارج، انا زدت هنا يا صاحبي، انا زدت في فرنسا. هاي كيما تنرجله على هذه. انا قلت لكم الكاسكا، سمحوا لي بعي البارح زعما معك باين طلب السماح من واحد المرامه، زعما كتب المرامه نكون كي صرا في الدعوه، كتبت لي وحضرت لي على حضرت لي على السود. ها زعما زعما هي ما تهضرك، هي ما دام تهضرك على السود هي حياه سوي كل زعما هي بينك وبينها، ما تروحش ما تروحش كشمات تعاودها الغاشي كشكام. البارح انايا قلت لكم هي شابه تدي هي في الاصل، هي بغات تخرج روحها كيما نقولو حنا، بغات تخرج روحها على خاطر يعاود في الهضره. بصح قلتها البارح لا حرج دروك نعاودها اليوم غير باش نتفاهمو، بغات تخرج روحها. جيت انا شادر، انا تخيلت كي دير، باسكو هي في الجزائر الحي اللي واعره بزاف، عندنا صغير عندنا تقاليد ملاح وكل شيء كيما ديك الشنيطه اللي مع مرادم وكل شيء، بصح في الديتاي تما نحصل مين تولي في الديتاي، في زعما نقولوا في التطبيق. طب كاين شيء كاين لا تيوري، كيما يقولوا لا تيوري بالعربيه مش عارف كيقولوا لها، هي لا تيوري بصح هي في الكتبه، بصح من تجي في التطبيق تجي في التطبيق شي سهل. نعطيكم اكزامبل، كاين اللي نهار يزوج مع مدامه ينوضوا الفتنه، علاه؟ لاخاطر يشتيلها مخروقه. بعد خاطر طلع لها يدور كيفاش، كان هي مارشي، هي مارشي مثلا، يروح يطلبوا لا فامي تاعها، يطلبوا مدام على والديها مثلا، والديها يقولوا لهم عزبه، وعزبه سما ماشي مخلوقه كيما نقولوا حنا، يعطون فيها ما تحصيش 2 ملايين بالا سميد تيليفزيون اون كولور سوا الحكيمة هاكا. بصح لو كان السيد نهار يصيفها مخروقه سما يحشاوها لها، نقولوا حنا حشاوها لها، فهي حشاوها لها هي، بصح حشاوها لها ثاني هو. لا صعب، سؤالي جاي، سمحوا لي زعما التليفون مخرج على الهضره. المدامة يسيبها مخروقه، هي دائما نقولوا صافا مخروقه، كلشي انا وين نحصل كل نحصل، اسكو ناكها ولا ما ناكهاش؟ اسكو تخيلوا انا حضروا يسمحوا لي غادي نطيح في الهضره، بصح سمحوا لي على بالكم هاد الصباح يسرى. راه جاي يدخل على المدامة نورمالمون، دخل النمه في سودها، الدخلة الأولى يوصل للفون، تسمع شي يقول في راسه، يقول ماشي مخروقة. السؤال تاعي دوك وين راه؟ اسكو يزيد ينيك ولا تما يحبس؟ باسكو نورمالمون كان سيدي بغي يجي اونات، مع راسه شي يدير تما يحبس. بصح نظن السيد صافي بالك 20 عام ولا 30 عام ما نافش، خطرة التالية اللي هناك هنا كوه في الحق من كان صغير ولا حي كيما هكا، يقارع ديك الماضة مع ديك النيكا وكل شيء. نهار اللي الضربة الأولى اللي يدخل سيبها مخروقة، شي يدير؟
هذا هو السؤال اللي يبقى اللي يبقى اللي يبقى خمم فيه دائما. اصلا كم النيكه تاع ما يتربى بكراتي مخروغه، ولا يحبس النيكه في الوسط ويخرج يزرقي، ولا ما تعرفش. انا خطره اخرى نقول لكم الصحه، هذه كنت في كنت صغير في واحد العرس، هيا لكم في استراليا ما يخلطوش الرجال والنساء، هيا باب العروسه باباها دخل كيما هكا الصاله تاع النساء، بالكم دخل الصاله تاع النساء زعما حيه كبيره دايرها على بالكم كلهم. على ما قلتوليش خالتها خالتها كم، على ما قلتوليش بلي بنتي طاحت على عمود، خاطر بنت انا ما فهمتش من كنت صغير، انا فهمت بلي بنتها طاحت على عمود. انا ماما هي في الحرب شي انا ماشي على عمود، فما نعرف لك كلمه معنيه ولا كان يهضر مانيش ما فاهم. ولا مثلا تاني في لابليكاسيون، في لابليكاسيون حيه واعره مثلا كيما من يقولوا في الجزائر، يدو ماضاما يروح يدوها ينيكوها في نوتير، لاخاطر يديها راجلها ويدي ماه ويدي مع تختار مع شي يدي ويدوها ينيكوها في نوتير. اي نخمم انا كي يديروا في التطبيق، كي يديروا لابليكاسيون تاعها، يكون مثلا كيما هكا هو لا فامي تاعه يعيط لاختها فاطمه جيبي سقي، ايوه والاخرى ما يقولها ايوه واش دير روحك نروح ندو بخطه نيقوها هي بخطيه مرتها جديده كي يقول وشي بنيه تاع كيما نيقوها ايوه مرته روح يجيبوها يقعد تقعد مره ولا شي بنت تقعد من قدام على بالكم. ايوه المراه مسكينه تقعد مره مزيره مزيره كريهه، تخمم كي غادي يخرجها اليوم، غادي يخرجها طبعا. ني سقسي على بالكم ما كاينش لي سقسي، ما كاينش لي سقسي في بلادكم. واش بغيت نقول لكم بغيتكم تبانيت عند البانيت عند المطامات على بالكم، كل ما على بالك المطامات يبانيتو على بالك، المطامات اكثر من الرجال في التصوير، الرجال قاعد يبانيتو منطر زعما يكذب عليك، ما راجلكم ما تبانيتش هي كذب عليك. زعما شو دير كذب لي فيديو، كذب لي فيديو تاع كاع الناس راهم هنا في يوتيوب، تاع كاع الرجال كذب كيما هكا. شوف يبانيط فلان كيما هكا، هادي نورمال يكاسكي مش يبانيط. نقول لكم يبانيط حسبوني بلي رحت من الجزائر في 2007، لا هي تقولوا يكاسكي فلان يكاسكي. والمضامات هاني كي بانيتو، بصح المضامين عندهم حيوان على الرجال في الصوالح. انا يدخل علي مثلا تي مضامة تفارها عندهم فيها 1 سنتيمتر بانيتو بلا ما تبليسي روحها، روح ديرها انت، روح ديرها انت، دوك تخلي غير تفرش شويه هكا طويل توغ عليك، ثم تعرف الفرق بين الرجال والنساء في الصوالح. النساء عندهم المومون عطاش عندهم لا سونسيبيليتي في لا سونسيبيليتي في الديم، خاطرش القنزيز تاعهم ما جايش كيما كيما الرجال، جاي قيب شويه غير هكا تنسف عليه تنسف عليه يجي اورغازم اكثر من العفسه. ونسى يبين طون كالي باش كان عامة يبان طو بيديهم بلا ما يدخلوا صبعيهم ولا حيه في سوتهم، لاخاطرش كاين بزاف لي سورتو الرجال يتخيلوا بوك مادام طبونيط تدخل زب تاع بلاستيك ولا تدخل خيار ولا حيه كيما هكا، وهي الاصل لا لاخاطرش على خاطر المضامات عندهم الماكسيموم تاع لا سونسيبيليتي تاعهم جاي، ولونغاز تاعهم جاي من القنزيز، ما جيش من السوا من الداخل. على هذه يبغوا يبين طوري من غير من القنزيز تاعهم يقدهم زعما كامل فهم العسى. بون هذا زعما غير المضمار الاول، غادي نجيب ما عرفتش كلشي نجي لكم فيه نهار نجبد على كلشي. دونك هذه غير الاولى، دونك انا غادي تشوكا اليوم ما كنتش على بالي بلي ما تبنيت، غادي يسمع بلي ما تبنيت غادي اللي جاي يطيح اليوم. تسمع نحكي لكم غير على شويه كيما هكا تبنيط النسائي، وتما كان النساء اللي عندهم تيمونياج ولا حياة كيما هكا يجوا. ودي ختنا زعما غير سمحي لي هضرت على سوتك كيما هكا زعما غير سمحي لي، غادي نعاود نجي فيديو اخرى وفاهم جاك باين نقول فاهم، باسكو راه وقع فيه سوء تفاهم فوق ماكش فين ترى على سوتك زعما وقع فيه سوء تفاهم على هاد السوالح. هاي تهلاو في روحكم، بالسلامه.